إذن كنا معكم ومع هذا التقرير مشاهدينا في محاولة لشرح بعض ما جرى في العاصمة. سنفصل في كل هذا معكم ومع ضيفنا، نرحب به من جديد وكيل وزارة الدفاع الليبية الأسبق خالد الشريف. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك من جديد. ما هو العنوان في ليبيا في طرابلس العاصمة بالتحديد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن الاشتباكات التي حدثت بالأمس تنبئ بأن الوضع في 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 طرابلس ما زال الوضع الأمن ما زال هشا، ما زال قابل للانفجار في أي لحظة، لأن الذي حدث بالأمس وأول أمس بدايته لم يكن في الحسبان. الجهاز الذي قام بالقبض على شخصية قيادية مثلا في جهاز آخر، أظن كان من الأولى له أن ينظر إلى عواقب هذا الأمر، لأن الآخر يملك أيضا قوة عسكرية كما يملك الذي قبض عليه قوة عسكرية، ونحن نعلم أن هذه القوة العسكرية تمتثل معظمها إلى أوامر قياداتها ولا تمتثل إلى جزء الدولة التي مسجلة اسميا تحت مسمى الدولتين. طيب، سأتي إلى موضوع العقيد محمود حمزة، أين كان؟ كان في جهاز الردع وكبر وطور وانتقل وصار عنده لواء وكذا، سأتي إلى هذه التفاصيل، لكن أريد أن أفهم منك مسألة في بداية حديثنا أستاذ خالد، لأنه غرب أفريقيا يغلي بالتحديد إذا وسعنا البكار، القارة الإفريقية يبدو بأنه ما أدري ما الذي يعد لها، السودان شايفين ما الذي يحدث، معركة طاحنة منذ 4 أشهر، الانقلاب في النيجر أيضا سلط الأضواء على جوار النيجر والجارة ليبيا. هل ترى بأن هذا الإشكال، هذه الاشتباكات الدامية مرتبطة بأمور كبيرة، بأمور إقليمية، بصراعات تجري في القارة الأفريقية، أو لا، نحن أمام إشكال داخلي بحت؟ نعم، لا، نحن أعتقد أن أمام إشكال داخلي بحت يخص مدينة طرابلس، وأعتقد أن هذا الإشكال يخص حول تنازع مناطق النفوذ والسيطرة والقوة في طرابلس، ليس له ارتباطات خارجية حسب هكذا التحليلات الموجودة الآن، إنما هو كما أتحدث دائما وقل أن هناك صراع نفوذ، سواء الذي حدث الآن أو حدث قبل سنة أو خلال السنوات الماضية، عندما تحدث عدة اشتباكات فهي تحدث عادة حول مناطق النفوذ ومناطق السيطرة وفرض القوة. للأسف أن الذي كما ذكرت الذي حدث أول أمس، يعني خاصة أنه الاشتباكات بدأت في وسط المدينة، يعني في الأحياء السكنية وما حولها، وأدت إلى هذه الأضرار البشرية والخسائر في الممتلكات، وكما آخر إحصائيات وزارة الصحة 55 قتيل وأكثر من 145 جريح، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة القتلى وأن يشفي الجرحى. الأمر مؤسف جدا أن نرى الشباب الليبي يموت، ما زال يموت يعني من أجل صراعات، يعني لا ندري السبب لماذا قتل هؤلاء، يعني لماذا قتل 55 ولماذا جرح 145، من أجل ماذا؟ يعني من أجل ليبيا، من أجل الوطن، من أجل ماذا؟ يعني سؤال يعني لا تجد له للأسف إجابة، يعني في ظل الوضع الحالي في طرابلس، مع أنه مرت فترة لا بأس بها من الهدوء والأمن وخلت من أي اشتباك. صحيح، مرت فترة طويلة هدأت الأمور، وقلنا نحن الحمد لله الآن بدأت طرابلس يعني تستقر شيئا فشيئا، ولكن للأسف سلطة الدولة ما زالت كما هي، يعني ليست لديها السلطة التامة والكاملة على معظم هذه القوة المنضمة اسميا تحت الدولة، والتي كلها تتلقى مرتباتها من الدولة، ولكن كسيطرة عملية للدولة أو مؤسسات الدولة ما زالت إلى الآن غير، يعني ليست عليها سيطرة كاملة. نحن نعلم أن عندما تم القبض على العقيد محمود حمزة كان في مطار معتيقة، وكان برفقته رئيس الوزراء ورئيس الأركان، وكانوا في وفد سيخرج بالطائرة إلى مدينة مصراتة لحضور حفل هناك عسكري في مدينة مصراتة، تم اقتياده في من ضمن هذا وأخذه من ضمن هذا الوفد. فأعتقد أن ما صار في احترام لرئيس الوزراء، لا تجد يعني في أي دولة مثلا شخصية موجودة مع رئيس أركان ووزير الدفاع ورئيس الدولة ووزير الدفاع، وهذه الأجهزة كلها المفروض أنها تقع تحت سيطرة وتحت سلطة هؤلاء الأشخاص، يعني
أن يتم القبض على شخص بهذه الصورة، وهذا يعني مما أعطى يعني صورة وانطباع سيء جدا عن 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 الوضع في 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 طرابلس. ثم بعد ذلك أدى إلى اندلاع هذه الاشتباكات العنيفة يعني. إلى الآن الاشتباكات ربما توقف. يعني خلينا أثبتها معك، التجاوز الأول يسجل على جهاز الردع، أفهم منك هذا؟ نعم، أنا أرى أن الجهاز الردع يعني جهاز الردع الأصل فيه أن ينظر في كل خطوة يخطوها. يعني أنت عندما تقبض على شخصية مثل هذه الشخصية، وهذه الشخصية لديها يعني لواء مسلح، لواء عسكري مقاتل، ويحوي تقريبا على 9000 مقاتل، ولديه العتاد ولديه السلاح، كما أنت لديك أيضا العتاد والسلاح. فأن تقوم بهذه بالقبض على أميري هكذا بهذه الصورة، تتوقع ماذا تتوقع؟ بالتأكيد ستتوقع ردة فعل، ستتوقع اشتباك، ستتوقع يعني ستتوقع مقاومة، فتتحمل المسؤولية عن اتخاذ هذا القرار. خلينا نشرك معنا لو سمحت أستاذ خالد العقيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري. أهلا بك سعادة العقيد. سيد عبد الكافي تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم حياك الله. هل نحن أمام نواة جيش ليبي وطني يحفظ الأمن، أم أمام ميليشيات مسلحة لا رأس لها؟ حقيقة طبعا هنالك العديد من الإشكاليات. نحن لا نستطيع أن نتحدث بمنتهى الوضوح إن نحن أمام جيش وطني بمعنى الكلمة. نحن نتحدث عن مجموعة تشكيلات عسكرية أضفي عليها صبغة التبعية لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية وللقائد الأعلى. طبعا هنالك عدة أخطاء جسيمة ارتكبت في حقبة مجلس رئاسة سابق قيادة فايز السراج، لأن أصدر قرارات بتبعية بعض التشكيلات مباشرة للقائد الأعلى، كذلك تشكيلات أخرى أصدرت لها قرارات بتبعيتها لوزارة الدفاع، وهذا طبعا يعتبر تجاوز كبير جدا لأهم مؤسستين في أي دولة. نتحدث عن رئاسة الأركان العامة وأيضا عن وزارة الداخلية. المفترض كل هذه التشكيلات سواء صبغتها الأمنية أو العسكرية هي تتبع لهذه الجهات مباشرة، تتلقى ميزانيتها من هذه الجهات، تتلقى أوامرها، تكليفاتها، تعمل تحت هيكلية وأيضا أوامر هذه الجهات. ولكن أن يتم إعطاء تشكيلات بعينها قرارات وصلاحيات واسعة، كذلك إعطائها ميزانيات مخصصة، هذا يدفع طبعا بهذه التشكيلات إلى التغول على المشهد الأمني والعسكري سواء كان على مستوى العاصمة طرابلس أو حتى على مستوى المنطقة الغربية. فنجد أن هنالك تداخل في الصلاحيات ما بين هذه التشكيلات، لأن جذل المهام التي تكلف بها هذه التشكيلات هي متشابهة. ولكن طبعا عندما نتحدث عن مربعات أمنية أو مربعات نفوذ لهذه التشكيلات، بالتأكيد فيسعى كل تشكيل إلى محاولة توسيع المربع الأمني الخاص به على حساب تشكيل آخر، وهذا ما حدث على مدار الأشهر الماضية بغض النظر عن الحجج أو الذرائع التي كانت موجودة. طبعا دعونا نتذكر خطة باولو سيرا ونحن كنا مطلعون عليها. خطة باولو سيرا كانت منتهى الوضوح إلى إخراج التشكيلات المنتمية إلى مدن خارج العاصمة طرابلس، وأن يتم تكليف التشكيلات الموجودة داخل العاصمة طرابلس تنتمي إليها إلى بمهام الأمن ثم الانتقال. لكن الآن سيد عبد الكافي لو سمحت لي أقاطعك، الأستاذ خالد الشريف أشار إلى أنه العقيد محمود حمزة كان برفقة رئيس الوزراء ووفد رفيع وكانوا رايحين إلى مصراتة. من الذي يحرك جهاز الردع جهازا أمنيا لاعتقال أحد أعضاء هذا الوفد بهذه الطريقة؟ طبعا جهاز الردع لديه قرار من القائد الأعلى، تبعية للقائد الأعلى، وجهاز الردع طبعا اللي هو السيد محمد المنفي. نعم حاليا هو المنفي، ولكن من أصدر القرار هو فايز سراج. حقبة فايز سراج هي القرارات العبثية التي صدرت حقيقة وتسببت في نواة كارثة لل يعني للوضع الأمني وللعسكري. أنا قلتها منتهى الوضوح منذ قليل. شو علاقة فايز السراج الآن؟ نحن أمام اعتقال حصل الآن في هذا العهد. المفترض أن على المجلس الرئاسي الجديد بقيادة المنفي
أن يصلح هذه الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت، بأن يتم إرجاع جميع تبعية جميع هذه التشكيلات تحت وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة. عندما نتحدث عن تشكيل عسكري يتبع لوزارة الدفاع لا يتلقى أوامره من رئاسة الأركان، فهي كارثة بالمعايير العسكرية. هذا تجاوز لا يوجد، ليس معمول به حتى في دول العالم النامية، وليس في 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 ليبيا فقط. عندما نتحدث عن تشكيلات لديها صلاحيات واسعة ولا تتبع وزارة الداخلية ولا تتلقى أوامرها، كان يجب حقيقة على حكومة الوحدة الوطنية وكذلك المجلس الرئاسي الحالي معالجة هذه الأخطاء الكارثية حتى يتم تصويب عمل هذه التشكيلات وإعادة فلترة عناصرها، بمعنى أن هنالك عناصر عليهم الكثير من الغلط، انتماءات خارجية، كذلك ملف حامد بالجرائم وغيره وغيره وغيره. ولكن الآن حقيقة يعني نقول إن لم يتدارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ظل الاشتباكات المستمرة ومحاولة كل تشكيل توسيع رقعة نفوذه، أتصور سنظل يعني في نفس الدائرة يعني إلى أن تقام الدولة. طيب خليك مع أستاذ عادل، خليك مع أستاذ عادل، سعود إليك.